كسلك بيروت أكثر الآن حاليا مهددة إرهابيا أم العراق وبغداد؟ لا العراق. العراق شنو كاتب لي هنا بيروت؟ لأنه لتهديد أجواء التوتر الأمني وتهديد الإرهابي في بيروت في وقت هذي مكاتب في وقت دكتور. لا تعمم تعميم. قول هناك صعوبات، هناك وضع أمني غير مستقر، بس تقول لي بهذه العبارة التوتر الأمني والتهديد الإرهابي في بيروت، اللي يسمع يقول لك يمكن قبل فترة بعض الإخوان الجالسين قدامي أعرفهم كانوا ببيروت، ما في شيء بيروت عادي بيروت. دكتور أنا زرت منطقة يعني الضاحية قالوا ممنوع بعد تدخيل. لا تضخم تهديد إرهابي وتوتر أمني، الوضع الأمني الغير مستقر يعني فد شيء أخففها على القارئ. زين عيني ذكرت من ضمن كثير من ما جاء بالمقدمة إنه ماكو دراسات سابقة عن اليزيدية، وأنت تناقض نفسك بنفسك في صفحة 5 تقول هناك الكثير من الدراسات، وذاكر لي حوالي 10-12 كتاب فقط تتكلم عن اليزيدية. هذا كلام يتناقض مع ما ذكرته في صفحة 2 تقول لا توجد دراسات شاملة على اليزيدية، وهنا تذكر العديد من الكتب المهمة التي تعتمد أو تعتقد أنه أنت كتب مهمة اعتمدت عليها في دراسة. بس العفو دكتور أنا إيش قلت اللي تناولت المواضيع كاملة، يعني قضية العقائد كان التركيز عليها، أما بقضايا الاقتصادية والسياسية ما أكو أي كتب. أكرر مرة ثانية لا تعمم هناك دراسات لكنها غير شاملة، بس مو أقول ماكو دراسات ألغيها وكأنه أنت أول واحد الآن في العراق يكتب عن اليزيدية. دكتور لو ترجع الرقم يعني بداية الصفحة أنا كاتبها. نعم. كدراسة أكاديمية هو. لا دكتور نعم كاتبها يا ترى موجود صفحة. كدراسة أكاديمية. فأنت هاي ثبتها حتى تخفف من وقتها. صار دكتور.